كل الناس ممكن تحفظ السر عادي جدا، ولكن مادام هنرتب كل الأبراج من الـ 12 للأول لازم يكون الموضوع بدرجات كعادة حلقات الترتيب. أوفر عليكم وأقول لكم باختصار، الأبراج اللي هتيجي في القمة مش محتاجة أي حاجة، بمجرد إن أنت تقول لها على السر خلاص زي ما احنا بنقول كده يعتبر السر بتاعك في بير. إنما الأبراج اللي هتيجي تحت أبراج عايزة تأكد عليها شوية، تقول لها الحاجة دي مهمة شوية، لأنها أبراج بتنسى شوية، ممكن يكون تتكلم وهي مش واخدة بالها، يعني ممكن ما تكونش قاصدة إن هي تفشي السر، عشان كده لازم تأكد عليهم شوية لو أنت هتقول لهم سر من الأسرار. يلا بينا. أهلا بكم أجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم سريعا وبقول كالعادة للجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة اشترك، قناة محمد أبو زيد على اليوتيوب ونفس الصفحة ونفس الاسم على الفيسبوك، الروابط دي والانستجرام كمان متثبت في أول تعليق وفي وصف الفيديو، يا ريت تشتركوا فيهم ودوسوا لايك عشان حلقتنا توصل لأكبر قدر من عيلتنا. وتوقعوا معايا كالعادة كل واحد كده توقع برجه وإحساسه بنفسه هيجي في المركز الكام، وكالعادة حد أذكى شوية توقع معانا المركز الأول هيكون مين. أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، دوسوا لايك وتعالوا نشوف في المركز الـ 12 برج الجوزاء رجل أو امرأة. ما بقولش إن هو ممكن ما يحفظ السر، ولكن الموضوع بدرجات. برج الجوزاء يعني محتاج ان انت تأكد عليه شوية، لان برج الجوزاء صراحة ما نعرفش هي ميزة ولا عيب، مش كل حاجة بياخدها على محمل الجدية، هو الحاجة اللي ممكن ياخدها جدية الحاجة الكبيرة قوي. يعني برج الجوزاء من الابراج اللي هي بتصغر المسائل شوية، يعني مش أي حاجة تشوفها إن هي كبيرة، مش أي حاجة تشوفها إن هي مهمة، لا، الحاجات المهمة في حياة برج الجوزاء عامة بتكون قليلة، ما بيكونش عددها كبير، لأنه هو من الأبراج اللي مش بتدقق أو اللي بتكبر دماغها وبتطنش وبتعدي، وما عندهاش هي الصبر إن هي تدقق على كل حاجة زي أبراج القمة اللي هتيجي معانا في المقدمة. عشان كده الجوزاء محتاج ان انت تأكد عليه شوية. اعلى منه في المركز الـ 11 هو برج القوس الناري رجل او امرأة، نفس الفلسفة واحدة في حلقة النهاردة، واللي احنا قلناه نقدر نعيده بالكربون عن برج القوس واحنا بنتكلم عنه في حلقة النهاردة. السريع، الرتم السريع والحياة السريعة بتخليك ممكن تنسى، ممكن تتكلم وانت مش واخد بالك شوية. زي برج الجوزاء كده برج القوس ايضا مش اي حاجة بالنسبة له بتكون مهمة، ومش اي كلمة بتتقال بتكون مهمة، والكلام والحاجات اللي بالنسبة لبرج القوس مهمة قليلة، فمحتاج برضو ان انت تأكد عليه شوية. وده مش معناه ان هم ابراج لا تؤتمن، بالعكس، ولكن هي ابراج محتاجة ان انت توصل لهم ان الحاجة دي، بس كل اللي انت محتاجه ان انت تقول لهم ان الحاجة دي مهمة، وصدقني هي ابراج جدعة اوي عامة. يعني في المركز العاشر أعلى منهم مركز واحد برج الأسد الناري. برج الأسد بدأنا ندخل في يعني في منطقة وسطى زي ما احنا بنقول، ولكن هو متأثر بالفلسفة والسياسة بتاعتهم قوي في حلقة النهاردة. برضو الأسد مش أي حاجة وكل حاجة مهمة بالنسبة له، والحاجات المهمة بتتعدى على الصوابع، فمحتاج إن أنت تأكد عليه. أعلى منهم في المركز التاسع برج الدلو الهوائي، نفس الفلسفة وإن كان يعني أعلى منهم لأنه جه في المركز التاسع، نفس الكلام برضو الدلو. بصوا يا جماعة، الأبراج دي ممكن تنسى، يعني هي الفكرة إن هي ممكن تنسى، أبراج زي ما احنا بنقول باللغة الدارجة كده ما بتشغلش بالها قوي، وأبراج يعني أقرب للتلقائية والوضوح شوية الأبراج اللي احنا بنتكلم عنها دي، فبتتعامل على إن يعني الناس اللي هي بتتعامل معاها كده، او ان الحياة يعني جميلة وان الدنيا مش معقدة، يعني ابراج ما بتاخدش حذرها قوي. كل الابراج اللي احنا خدناها دي ابراج ما بتاخدش حذرها قوي وما بتركزش في كل حاجة، بس لما بتعوز ان هي تركز بتركز قوي، وبيبقى صعب ان هي ما تركزش كمان. عشان كده بقول لك كل اللي مطلوب منك ان انت تأكد عليهم بس. اعلى منهم في المركز الثامن حد توقع برج الحوت المائي. دخلنا في منطقة وسطى حرفية، لا هو تحت قوي ولا هو فوق قوي، متوسط. واحنا لما نقول ان في برج بيجي معانا في المركز او في المنطقة اللي هي الوسطى، اذا الموضوع عنده نقدر نقول عليه
طبيعي. برج الحوت ده انسب تعبير ان احنا نقدر نقول عليه، مش يعني شديد قوي زي ابراج القمة، ومش يعني اللي هو محتاج تأكد عليه قوي زي الابراج اللي احنا اخدناه. نعلى نوصل للمركز السابع كده عشان نلتقي ببرج الميزان الهوائي. برج الميزان الهوائي الطبيعة الهوائية مأثرة عليه، عشان برضو ننتهي من الابراج الهوائية ككل، محتاج برضو ان انت تأكد عليه، ولكن هو في منطقة وسطى مش سريع زي الابراج اللي جات قبله دي، ان هو ممكن مثلا انت تقول له حاجة يعني بياخد حذره شوية عنهم، ممكن بيخلي باله شوية عنهم، ولكن برضو هو مش زي ابراج القمة. اعلى منه واعلى واعلى في المركز السادس برج الحمل. برضو برج الحمل في منطقة وسطى، ما احنا مندفعين ومتهورين ومتسرعين، رتم حياتنا كمان سريع، وبنتكلم، بنحب ان احنا نتكلم كتير، زينا زي معظم الابراج اللي احنا اخدناه، فممكن واحنا مش واخدين بالنا نقع بلساننا نقول الابراج دي مش حويطة قوي زي ما في بالك. من اول برج السرطان اللي في المركز الخامس، دي الابراج الحويطة قوي قوي فوق ما تتخيل. طبعا يعني برضو كالعادة قبل ما نتكلم عن السرطان اللي في الخامس، لازم انبه، معلش استحملوني، ملناش اي صفحة على الفيسبوك غير محمد ابو زيد، اي صفحة تانية رجاء يا ريت تعملوا ابلاغ وتلغوا الاشتراك فيها. السرطان حويط، وخلي بالكم بقى، انا عايز اقول لكم وانبهكم لحاجة مهمة. من اول السرطان لحد المركز الاول، الابراج دي لو انت قلت لها سر وقالته هتبقى قصده، فاهمين انا عايز اقول ايه؟ هتبقى قصده، يعني مع سبق الاصرار والترصد. الابراج اللي فاتت كلها لحد الحمل ممكن غصب عنها نسيان تقول، انما السرطان ما بينساش، واذا قال بنسبة كبيرة هيكون قاصد، عشان كده هيستحق ان انت تزعل منه قوي لو عمل حاجة زي كده. لان باختصار برج السرطان من الابراج اللي بتعرف تعمل كنترول كبير قوي على انفعالاتها وعلى كلامها، ومن الابراج اللي حرفيا نقدر نقول ممكن تفكر وتعرف توزن الكلمة قبل ما تقولها، عشان كده يلام وينزعل منه لو انت قلت له على حاجة وسر وافشاه، لانه زي ما قلنا بنسبة كبيرة هيكون قاصد كده. زيه زي اللي اعلى منه في المركز الرابع، برج العذراء الترابي. بندخل في الجد وجد الجد، والابراج الاكثر كتمانا والاكثر قدرة على كتم السر او الشيء اللي انت ممكن تبوح بيه لها عامة، برج العذراء رجل وامرأة من اشد الابراج الكتومة بطبعها، ولذلك ده هينعكس عليها لو انت حملتها مثلا سر او حاجة، لا ما تنساش، ما ندهاش عذر بقى. ما انا بقول لكم الابراج اللي حد الحمل كده ندهم عذر كبير قوي، لان معرفتنا بشخصيتهم ان هم مندفعين شوية وممكن ينسوا، انما للعذراء للسرطان نديله عذر، ولا العذراء نديله عذر، عشان احنا عارفين هم شخصيتهم عاملة ازاي. ده العذراء ده باله طويل قوي 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 ومتأني فوق ما تتخيل، يبقى ازاي ممكن يقول سر وهو مش واخد باله؟ الا اذا كان هو قاصد ان هو يقول كده. رجل وامرأة الاتنين على حد السواء، ده بيدققوا في كل حاجة وبيفكروا في كل حاجة وبيعرفوا يوزنوا كويس الكلام، ويعرفوا ان هم يتحكموا قوي كمان في مشاعرهم وفي اقاويلهم وفي احاسيسهم، يبقى ازاي ممكن ينسوا؟ صعب طبعا ان احنا نلتمس لهم العذر في حلقة زي حلقة النهاردة. اعلى منهم في المركز الثالث وزيهم ولكن اعلى بمركز، العقرب رجل وامرأة. لما نلتمسلوش العذر ابدا، العقرب حرفيا لو انت قلت له حاجة وقالها قاصد ومخطط، العقرب ده بالذات ما يوقعش بلسانه ابدا، يعني من الابراج اللي لازم نقف كده نديها تعظيم سلام في النقطة دي. اللي عايز يقوله يقوله، واللي عايز يوصله ليك يوصله ليك، واللي عايز يرسمه على نفسه او لو عايز يتصنع، لو عايز ان هو يتصنع يقدر يتصنع ويتلون اوي، رجل او امرأة برج العقرب. فعشان كده لا ما ينساش ويقول، ده لو قال يبقى قاصد، ولذلك هو من اكتر الابراج اللي ممكن تكون كتومة للاسرار، لانها تقدر ان هي تقفل على السر ده بميت باب وما تخليش حد يعرف ان هو يوصل له، الا لو هي ادتك المفتاح بنفسك وقالت لك اتفضل افتح. نعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز الثاني، ونلاقي واحد من اشد الابراج
الكاتومة برج الثور الترابي، أعلى من العذراء وأعلى من السرطان وأعلى كمان من برج العقرب. وإذا كنا اتكلمنا من شوية عن برج العقرب ووضحنا قد إيه هو قوي في حاجة زي كده، فما بالكم لما نتكلم عن برج الثور اللي هو أعلى منه في الترتيب في المركز الثاني. الثور أيضا لا يلتمس له العذر، يقدر يحافظ ويكتم ويداري ولا كأنه في أي حاجة، يقدر إن هو يعمل كده. ولذلك جه معانا في القمة رجل وامرأة، والرجل أشد والمرأة أشد، الاتنين أشداء على حد السواء عشان ما نفصلش بينهم. حمل أبراج القمة دي السر وما تأكدش عليهم، لأنها أبراج متحكمة ومش متسرعة وصعب إن هي تنسى. أبراج ما بتنساش وبتدقق في كل حاجة، في تفاصيل التفاصيل. بينما متصدر الأبراج في حلقة النهاردة اللي بيجي على رأسهم هو رجل أو امرأة برج الجدي الترابي، أكتر الأبراج اللي ممكن تكتم على السر زي ما احنا بنقول كده، أنت بتديها سر أو بترمي فيها سر كأنك بترمي السر بتاعك في بير ملوش قرار، يعني بير ما تقدرش إن أنت توصل لآخره. ولذلك استحق ان هو يجي على راس الابراج كلها في حلقة النهاردة. ما ينساش الجدي ده، ما بينساش تفاصيل التفاصيل، يركز فيها، يسيطر على كل حاجة، مشاعره وعاطفته وكلامه ونظرته حتى وتعبيراته، وغويط قوي كمان برج الجدي. عشان كده كل كمان الصفات دي عنده بنسب ومستويات عالية عالية تصل للقمة، خلته يتصدر حلقة النهاردة. نهاية أتمنى منكم اللي نسي يدعم الحلقة بلايك، يا ريت يدعمها بلايك، ويتابعوني رجاء على صفحتنا على الفيسبوك، مثبت رابطها في أول تعليق ووصف الفيديو، والانستجرام كمان لو حد عنده أي استفسار، واحتمال نعمل حلقة كمان عن العلاقات زي ما انتم طلبتوها، اللي هي التصرف الأنسب لما الشخص مثلا اللي كان مزعلك عايز يرجع لك، الحبيب اللي كان هجرك عايز يرجع لك. في طريقة حلوة قوي في الرجوع لازم انت تكون عارفها ولازم كمان تكون ملم بيها. لو ما عملناش النهاردة معلش، يعني في ضغوطات شوية عندي اليومين دول، ان شاء الله في اليومين الجايين هنعملوها. انا مش ناسي الحلقة دي يعني، وان شاء الله هنعملها علشان خاطركم. اكتبوا لي ارائكم رجاء في الحلقة دي، انا بتعرف عليكم وبكون سعيد جدا وانا بتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم الجميلة دي اللي بتمس القلب يعني، فما يخرج من القلب حتما لازم ان هو يصل للقلب. توحشوا.